الدستور يقول الله يرحمه رحمه الله يقول سلام يرد يتندب ديما برقى أروق الله الله برقى يا دات الأيام واقف مخاطي الله رأت الهيجام واقفهم خطيرا يا حبيبي بالعازم إلى عاد تدرج بالقدم فوق خلك سوى طالبي اللي مقيد فالحظي الله يا مرحبا من رجال ما تعرف الغدر والبول الله الله يا ربعي اللي تحركت وفال ما لا خيرا خلك على الهون يا مستور والمطرود ملحوق ولا حب ما يطحن غيره راحه المستديره يطحن غيره راحه المستديره صياف الحربي وش يقول يا ابو فيصل صياف يقول بلشتب المشتره والمشتره ما يباع الله انت مسوره وقفتوا في طلعتك الله الله الحرب يروع عيال البلد ما يراع يا مدرجين الراحة قدام مدرج ايوار الله مدرجين الراحة قدام مدرج أنا ومستورة خطرنا عليكم وسع أصحابنا حرب طاح البيت فوضى الله مسر لا تمرح قريب من أمه القرى تمسر لا تمرح قريب من أمه أبو مشعاب وش يقول يا أبو فيصل والله أبو مشعاب كثيرة حاورت أنا وياه لكن بجيب بيته وبيته يقول سليم يا عزوتي الحاضرين ودوا حبي ورا راس القرى ثماني برايح ولا انتم قادرين وانسان لك ربع انا شرح كسر الله الحبل والحبل كله من كله القبائل ابو فيصل في ميدان المحاورة الجميع اتفق انه مجدد لشعر المحاورة والجميع اتفق ان ابو فيصل اسلوب منتخب البرازيل صعب ان الواحد يجاري ابو فيصل متى تحكم على الشاعر اللي قدامك شاعر ولا لا والله الشاعر شوف خليني اقول لك الشاعر انت تقدر تختبره وهو يقدر يثبت الوجود بدون اختبار ان كان ان الفكره اللي بدا بها وهذا انه اسلوب شاعر وهذا معروف ولكن الاثبت والاجدر مخارج انه يتخارج منها اذا انه دخل مع مداخل البيوت الموجوده فهو شاعر ما يجي هنا الا شاعر ما يعرف الطريقه اما انه طال عمرك انه يجي طال عمرك يركب بيت حتى لو البيت في الصوره انت بدري عليك الصوره ولا شيء انت شاعر مبتدئ خلص التصوير ولا شيء لا يتعيرك انك تصور الان يعني 75-85% من الشعر اللي قال في الميدان شعر تصفيق شعر اصوات شعر تصفيق شعر طرب شعر ما له علاقه في اساسيه المحاوره لما نتكلم عن المحاوره لازم نتكلم صح المحاوره الاساسيه لازم تكون طال عمرك على قواعدها الاساسيه وهي قله ترى يا ابو فيصل قواعد اساسيه هي التصوير انك لما تصور الشعر له المحاوره اساسا لها في معناه شوف المعنى المحاورة ما يكون لها معنى ترى الناس ولكن هي الأساسية محتفظين بالشعراء الأولين والجيل الآن يعني حتى الشعراء الآن فيهم الخير والبركة يعرفون هذا الشعر بس يعرفون ما هو وقت يقول إن الناس ما وش القواعد الآن الحين وش يفسرون لو نجي المحاورة بعد يومين
اقرا التعليقات عليه، يقول هذا معناها لك غازي الذيابي محبي، هذا ما معنى ابن حلال، كيف تجي معنى المعنى؟ شوف الحين المواقع يا ما تروح موقع في الجوال عشان تدل في دبوس زي كذا، المعنى زي هو هنا يشير الى هنا المعنى هنا، والناس تمشي لين تصل لنهايه الطريق على توصل لوكيشن على قولك اللوكيشن. فهنا الموضوع ما هو كله المعنى رابط واحد، هي كلمه واحده او فكره واحده، يلفون الشعراء ياخذون المسار كامل ويرجعون كيف زي ما يصور، زي ما يقول بعير، زي ما يقول ناقه، زي ما يقول طياره، زي ما يقول سيل، زي ما يقول، لكن لما ترجع التصوير تجمعها في خيالك تعرف ان هذه تضرب الناتج. هذا اذا كان الشاعر اللي يبدع ويرد شعراء متمكنين، ما هو شعراء سلب قيفار ولا هذا ما يصير. وقال من اساليب المحاوره التعجيز، من وجهه نظرتك متى يكون التعجيز؟ التعجيز طال عمرك كان يستخدمون الشعراء اذا بغى يتخلصوا من شاعر ما يبغون يلعب. صحيح هذا وقت اذا ما يبغون يشاركهم في الحفل جابوا له قاف صعب وخلوه ما يغني عنه، لكن هو اساسه هو ان الصف يغني وانت ما تغني.